السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عيدان من قناة وصفات عيدان. نتمنى تكونوا كدوزوا أيام مباركة سعيدة باليوم والبركات والخيرات يا رب، آمين. اليوم إن شاء الله الرحمن نقدم لكم الحرشة تقريبا يوميا، أنا كنفطروا بها ولا كندوا بها الكوتي. ما كنتش غنصورها صراحة، أنا كاينة في القناة، ولكن واحد نزولا عند طلب واحد الأخت عزيزة وتحية لها من الدار البيضاء زينب، هذه خصيصا لك زينب لأنها كانت سولتني على المقادير ديالها، عطيتهم لها ولكن حبيت أنها تشوف الطريقة اللي غادي ندير. على بركة الله بلا ما نطول عليكم، عندي هنا 400 غرام ديال السميد، السميد الرقيق بطبيعة الحال، سميد الخاص بمغرب. عندي واحد المعلقة باش غادي نوضع واحد معلقة مع مراج ديال سنيدة، بطبيعة الحال سنيدة اللي ما بقاهاش ممكن يعوضها بالعسل اللي ما تيبغيش يدير السكر. وعلى فكرة كاين واحد الحرشة بالشوفان صحية في القناة اللي بغيتو تطلعوا عليها. غادي ندير الملحة، لان الملحة كتكون في الحرشة بزيد، فغندير شويه ديال الملحه بطبيعه الحال. غادي ندير ايضا ندير واحد معلقه صغيره، ما انا هنا عندي كبيره دونك هي معلقه صغيره ديال الزبده، هذه غير باش كتعطي نسمه، كتجي فيها نسمه زوينه. كندير خمار ديال الحلوه 4 غرام، نصف كيس بهذا الشكل. ثم كنضيف الزيت باش غادي نسبسها، بطبيعة الحال راكم عارفين المعنى ديال المسبسة، يعني انني نرملها الا بغيتو. دونك كندير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، ممكن تستعملوا زيت الزيتون الا بغيتو، تيبقى اختياري بطبيعة الحال. ثم كنحاول انني نلبس كاع الحبات ديال السميد بالزيت بهذه الطريقة. هذه بغيتو تخلطوها البنات بالماء العادي والمتعارف عليه، بغيتو تخلطوها حتى بالحليب كتجي زوينة. انا هنا غادي ندير فيها الحليب كيف كتشوفوا معايا مقاطعون، خاصها تجي يعني جارية. ما تكونش كتجي جارية بزاف، كنفضلها كتبقى هكا باش كتجي بحال ديال المخبزات، كتجي جارية بزاف كتكون مشبره في راسها، كنطلقش فيها انا الماء حتى كتجرى، لا كنخليها هكا باش كتجي الا بغيتوها فيها هذيك القرمشه ديال المحلبات ماشي المخبزات. صافي كنخليها بحال هكا كترتاح بيد ما وجدت المقله. هنا شويه السميده مع الزيت، غير السميده والزيت بوحديهم، هكا كندير السميده كنخلطها مع الزيت. هنا عندي الخليط ديالي، وهنا عندي المقله اللي شديتها ودهنتها وشيتها بال هذا. ثم هذا الشيء اللي بسبس هنا رشيته بالسميده، كندير شويه هكا كنرشو في المقله، نتمنى الرؤيه تكون واضحه. غادي ندوز دابا مباشره، غادي ناخذ العجينه اللي عندي، ها هي العجينه اللي عندي ديال الحرشه، غادي ندهنها بحال هكا بهذه السميده اللي خليت، ندهنها مزيان بها. ثم كنحط و كنبدا كنسرحها في المقلة. صافي كنحاول انني نسرحها كلها على المقلة، والجوانب كنحاول انني بحال هكا كنقدهم. بالنسبه للسمك ديالها كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، بغيتوها غليظه راه كتخليوها غليظه، بغيتوها رقيقه راكم كتكرفسوها مزيان. دابا كناخد واحد المعلقه وكنبدا كندوز هكا بالظهر ديال المعلقه على الجوانب بهذا الشكل، هذا باش كتقاد لي الشكل الدائري ديالي بحال هكا. هاد الزوائد هادو نزولوهم باش ما يديرونجيوناش في الطياب ويتحرقوا، كنزولوهم هاد الطريقه ديال المعلقه البنات مهمه جدا، يعني هكا تقاد الشكل وكتساعدنا على اننا نحصلو على الشكل اللي بغينا. ثم بالظهر ديال المعلقة دائما باش ميبقاش لاطراس ديال الصباع، كنحاول انني ندوز على الحرشة ديالي بهذا الشكل. هذا هذه حرشة كبيرة عائلية بحجم كبير، الا بغيتو نتوما ديرو حرشة صغيرة فممكن، مكاينش اي مشكل. هانتوما كتشوفو البلاصة اللي بانت لي منفوخة. ثم كنجيب هداك الخليط ديالي ديال السميدة،
وكندهنها كلها به بهذا الشكل هذا بحال هكا. ثم كنديرها على النار كتستار من الجهه الاولى ولا كنقلبها على الجهه الثانيه. هذه هي الحرشه ديالنا. تيكون البنات هذا هو الشكل ديال الحرشه ديالنا، كتجي بحال الشحره بحال الحرشه ديال المحلبات. انا كنفضل انها تحمر مزيان، كنبغيها مقرمله. نتوما لو بغيتوهاش مقرمله ما طيبوهاش بزاف. تيكون هذا هو الشكل ديالها، غادي نقدمها مع الشاي المغربي على طاوله الافطار. كنتمنى ان شاء الله الرحمن انكم تجربوها في المنازل ديالكم وتعجبكم. ويلا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. هانتوما كتشوفوا لانها سميكه ماشي هذا وما قاصحاش، راه فتيه كنحط صبعي وكيدخل. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في المنازل ديالكم. وحتى نلتقي مني اليكم الف تحيه، الى اللقاء.